عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيو على بلاغ هام جدا من وزارتي الصحة والتجارة يهم المصدرين التاليين. أعلنت كل من وزارة الصحة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات بأن مهمة المراقبة الفنية عند تصدير المنتجات الغذائية التي تم تأمينها حاليا مصالح الديوان التونسية للتجارة ستحال بداية من 1 سبتمبر 2022 إلى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وستتولى الهيئة وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء يهم المصدرين مهام المراقبة الفنية عند التصدير للمنتجات الغذائية المؤمنة حاليا من قبل مصالح الديوان التونسي للتجارة طبقا للنصوص القانونية والترتيبية والإجراءات المعتمدة حاليا، وذلك إلى حين إصدار النصوص التطبيقية للقانون عدد 25 لسنة 2019. وباش نخلي لكم نص البيان اللي ديجا نشرته وزارة التجارة ووزارة الصحة. باي باي.